ده كله من الجهل. إذن كيف نزيل هذا الجهل الذي حل بالأمة؟ أول قاعدة، يجب أن نعرف مرجعية علمنا، أن نعرف عفوا مرجعية علمنا. وين المرجعية؟ هل المرجعية في المنامات؟ هل المرجعية في القصص والحكايات؟ هل المرجعية بالكرامات؟ المرجعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. فالمرجعية هي أن نرد مرجعيتنا إذن القرآن والسنة، هذه أول مرجعية. إذن أعلم أنا آتي للعالم وأسأله عن الحكم حتى أكون على بينة من أمري، أقول أريد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. اثنين، هذا يلزم منه الأمر الثاني، أن أفرق بين الدليل والتزيين. ما معنى التزيين؟ تجد الأمر مزين وليس على حقيقته، أما الدليل فهو الذي من الكتاب والسنة، كما قلنا في إحدى الحلقات الماضية: أفمن كان على بينة من ربه، يعني الدليل من الكتاب والسنة، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل إيش؟ أفسر لكم. ونادى فرعون في قومه قال، يعني بناديهم انه شوفوا دليلي، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ فجعل الدليل انه هو عنده مال وعنده ملك، عنده مال وعنده ملك. لكن ليش هذا الدليل؟ الدليل قل هاتوا برهانكم، نحتاج الى ايه او حديث. خلاصه في القضيه ان نرجع الى الكتاب والسنه، وأننا نطلب الدليل على القاعدة الجميلة التي هي: من أين لك هذا؟ سبحان الله، أنت رأيت واحد يسرق بتقول له من أين لهذا المال أهم أم الدين؟ تسأل هذا وتأخذ من دينك على قاعدة من أين لك هذا، ثم أتمم هذا إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فنرجو أن نبقى معا لنتعلم ديننا. تعالوا نودع عهد الشتاة ونمضي معا في طريق البناء، ألسنا بإيماننا إخوة برغم الذي. تعالوا نودع عهد الشتاة ونمضي معا في طريق البناء، ألسنا بإيماننا إخوة برغم الذي بيننا من جفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودا حميدا إن شاء الله. قلنا في آخر كلامنا إنه من أعظم أسباب إزالة الجهل أن يفهم المسلم مرجعيته. ما هي مرجعيته في الدين؟ إذن المرجعية اتفقنا الكتاب والسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويجب أن نحذر من هذه الدعايات، أقول الخبيثة أيها الإخوان، التي تريد أن تفصل بين الله وبين رسله. نريد أن تفصل، يريدون أن يفصلوا بين الله ورسله. الله قال عن هذا والوقت قصير، قال: فأولئك هم الكافرون حقا. يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. لا، الكتاب والسنة هما كالماء والشجر وكالروح والجسد. الماء والشجر ما ينفصلان أبدا، كل من عند الله عز وجل. الناحية الثانية، أفرق بين الدليل والبينة من جهة، دليل برهان حجة،
وبين التزيين والتخييل وما شابه ذلك. قال الإمام ابن القيم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة، جهالة، وقاحة بين الرسول وبين قول فلاني، بين الرسول وبين منامي، بين الرسول وبين قصص وحكايات. هذا ليس من الدين، وليس من الخلق، بل ليس من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة الثانية التفريق بين الدليل وبين التزيين. المسألة الثالثة التفريق بين العالم والمتعالم. طيب، قال أنا ما أعرف. أنت تأتي إلى العالم تسأله: نحن أريد أن أدعو الله. فقال لك: ادعو القبر الميت وادعو الولي الفلان. تقول له: أين الدليل؟ أعطيني آية، أعطيني حديث، أعطيني إجماع أمة، أعطيني قول السلف، سلفنا، أعطينا قول إمام أبي حنيف، قول أبي حنيفة، الشافعي، مالك، أحمد، أعطيني قول الصحابة، أعطيني شيء مثبت، أعطيني دليل إنه آل البيت رضوان الله عليهم هم قالوا هذا بالسند الصحيح. أنا أقول له: أنا هذا دين، أنت يوم القيامة لا أراك، أريد أن أبني ديني على يقين، على دليل. أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، تقوى من الله ورضوان، كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به؟ لا يستويان مثلا. القضية إذن أمر أجل، قال لك: غضب العالم وقال أنا ما عندي دليل. قل له: الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الدليل، وما غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. جاء أعرابي وقال: الله الذي خلق السماوات والأرض والشجر والجبال واوا هو الذي أرسلك، تدرون ما معنى هذا؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: احلف بالله أن الله أرسلك. فحلف له النبي صلى الله عليه وسلم. ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام من الدليل. إذن الفرق بين العالم والمتعالم أنه صاحب العلم يأتيك بدليل نور من الكتاب والسنة. المسألة الثالثة يا إخوان، ليس كل ما نرثه صحيح. يعني أنا نشأت في بيئة كانت هذه البيئة فيها مذهب معين، معنى أنا صرت من الطائفة المنصورة. الحاق لا يرتبط بأرض، الحاق لا يرتبط بأناس، إلا ما اتفق عليه الأمة، إلا ما اتفق عليه الصحابة. ونحن عندما نقول من باب العدل، عندما نقول الصحابة يعني آل البيت معهم، لأن آل البيت الذي عاشر وراء النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر يعني عنده فضيلتان: فضيلة أنه من آل البيت، وفضيلة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه بعض آل البيت الكرام ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول الصحابة يعني من مقدمتهم آل البيت. أبو بكر الصديق يقول كلام للإمام علي رضي الله عنهما، يقول: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصلها من قرابتي. لأنه كان في آل البيت اللي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم، كان في محبة بينهم بين الصحابة، يعيشون معا ويتدارسون معا وما شابه ذلك. إذن ليس كل موروث هو يكون صحيحا. يجب أن نتعلم كيف نتثبت، يجب أن نتعلم آلية التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لابد نتبين من عقيدتنا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الله يعيب في هذه الآية على المنافقين الذين ينشرون الأخبار بغير تثبت. فإذا خلاصة الكلام إنه نحرك عقولنا وأن ننظر في موريثاتنا. فالدليل
والعلم ليس هو الموروث، هذه خلاصة الكلام. الدليل والعلم ليس هو الموروث، العالم ليس هو صاحب اللحية، العالم ليس هو صاحب النسب. رب ناس من نسب النبي صلى الله عليه وسلم جهل ما يعرفون دينهم، وهناك أناس من نسب كفار، من نسب كفار وكانوا علماء للأمة. إذن العبرة بالدليل، العبرة بالحق. خلاصتها، أستطيع الآن أن أخذ سلاح في نهاية هذه الحلقة، وهو أن مع سلاح أقول من أين لك هذا، أعطيني دليل من أين لك هذا، وأن أفرق بين البينة والدليل، وأن أكون واعيا. والله عز وجل عند ذلك يعني ييسر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله نسأل أن يهدينا سبيله إنه أهل ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.